مدينتنا ومكان سقوط أحد الصواريخ هذا اليوم على مدينتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. النظام يشن حملة قوية وشرسة على مدينتنا منذ 15 يوما، فكل يوم أكثر من 15 برميل يسقط على مدينتنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا سامح الله العرب، لا سامح الله كل من خذل الثورة السورية.